السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جيت وجبت معايا وصفة جديدة. مرحبا بكم في قناة وصفات طبيعية ومجربة بيلونة. اليوم جبت لكم واحد البخاخ اللي غادي يمنع لكم التساقط ديال الشعر، وغادي يقوي لكم الشعر ديالكم، وغادي يملأ لكم الفراغات. وكذلك اللي عندها القشرة في الشعر ديالها ما غاديش تبقى، لأن القشرة من ضمن الأسباب ديال التساقط ديال الشعر كما كتعرفوا، يعني غادي يعالج لكم القشرة وبالتالي ما غاديش يبقى يطيح لكم الشعر ديالكم. المكون الأساسي ديال الوصفة ديال اليوم هو القرنفل. كما كتشوفوا معايا القرنفل هو المكون ديال الوصفة ديال اليوم. كما كتعرفوا القرنفل كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي غادي يمنع لنا التساقط ديال الشعر، وغادي يملأ لنا الفراغات، وغادي يطول لنا الشعر ديالنا، وغادي يمنع لنا القشرة من الشعر. يعني راه عنده بزاف ديال الفوائد كما كتشوفوا معايا. هاد الوصفة راها فعالة وفي نفس الوقت راها سهلة. على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. غادي نحتاجو واحد القريعة ديال الزاج كما كتشوفوا معايا، وغادي نوضعو فيها القرنفل ما يعادل 3 معالق ديال القرنفل. وغادي نضيفو عليه الماء. يتغطى لينا مزيان وغنسدو هاد القرعه، وغادي نحركوها مزيان. ومن بعد البنات غادي نوضعوها في الثلاجه، غادي نوضعوها في الثلاجه مده 24 ساعه. ضروري البنات تخليوها في الثلاجة مدة 24 ساعة. هانتوما كما كتشوفوا معايا دغيا 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 في ثواني يبدا كيتغير لي اللون ديالو. المهم البنات غادي نوضعوا هاد القرنفل هذا في الثلاجة مدة 24 ساعة. ومن بعد ما دازت 24 ساعة جبدنا القريعه ديالنا من الثلاجه. كما كتشوفوا معايا هذا هو المنقوع ديال القرنفل. شوفوا اللون ديالو كيفاش ولا بني. هاد الطريقه راه صحيه، يعني لو ضعتوه في الثلاجه غادي تستافدوا من المنافع ديالو. المهم البنات من بعد غادي تاخذوا هذا المنقوع وغادي تصفيوه وغادي توضعوه في بخاخ. غادي ناخذ المنقوع وغادي نصفيه من القرنفل. وغادي نوضعوه في هذا البخاخ كما كتشوفوا معايا. بعد ما صفيناه البنات كما كتشوفوا معايا هذا هو البخاخ ديالنا. مازال ما كملناش البنات، غادي نضيفوا عليه معلقه ديال الزيت ديال اكليل الجبل. الزيت ديال اكليل الجبل كما كتشوفوا معايا، اما تشريوه جاهز اما تصايبوه في الدار. انا دائما كنصايبوه في الدار. غادي نضيفوا عليه واحد المعلقه صغيره كما قلت لكم ديال الزيت ديال اكليل الجبل، معلقه صغيره. غادي نحركوا مزيان هذا المنقوع مع
مع الزيت ديال اكليل الجبل. غادي نحركو مزيان كما كتشوفوا معايا. ودابا المنقوع ديالنا ها هو جاهز. دابا ما بقى ليا الا نهضروا على طريقه الاستعمال. غادي نوضعوا هذا المنقوع ديال القرنفل كما كتشوفوا معايا. غادي نوضعوا على الفروه ديال الشعر ديالنا حتى الاطراف، وما غاديش نغسلوا الشعر ديالنا. اكيد ما غاديش تغسلوا الشعر ديالكم، يعني غتوضعوا هذا المنقوع نهار اي ونهار لا. غادي توضعوه كما قلت لكم البنات، غادي توضعوه على الشعر ديالكم وعلى الفروه حتى الاطراف، وغادي تخليوه في الشعر ديالكم بلا ما تغسلوه. غادي تستعملوه نهار اي ونهار لا ثلاثه المرات في الاسبوع، والنتيجه راه غتبان لكم مده 15 يوم حتى 20 يوم. يعني راه دوك الفراغات راه ما غاديش يبقاو لكم، يعني راه غادي يملأ لكم الفراغات وغادي يمنع لكم التساقط، وحتى اللي عنده القشره راه ما غاديش تبقى فيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تطبقوا هذه الوصفه. ان شاء الله راه ما غاديش يبقى لكم هذا التساقط ديال الشعر نهائيا البنات. وصفه راه فعاله ومجربه. ولو وصلتوا للنهايه ديال الفيديو ما تنساونيش من واحد اللايك والبارطاج البنات، ولا جربتوا الوصفه خليوا لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم الوصفه ديال اليوم. وخليتكم على خير، ونتلاقاو في وصفة جديدة، وإلى اللقاء.